كرت سبحة وعلقت معظم الدول الغربية ورؤساء المؤسسات الدولية والرؤساء التنفيذيون للمصارف الكبرى ولكبرى الشركات علقوا مشاركتهم بمؤتمر مستقبل الاستثمار في السعودية، المؤتمر الذي تصفه السعودية بدافوس الصحراء وتعول عليه لجذب الاستثمارات في مشاريع نفطية وغير نفطية، مهدد بالفشل بعد انخفاض حجم المشاركة فيه خلال أيام قليلة وبعدما قررت وسائل إعلام عالمية عدم تغطية فعاليته. هذه المقاطعة جاءت على خلفية قضية اختفاء الصحفي جمال خاشقجي واحتمال قتله بأمر من السلطات السعودية، علما أن انعقاد مؤتمر الاستثمار كان مقررا بين 23 و25 من الشهر الحالي في العاصمة السعودية، وهذه هي الدورة الثانية له بعدما افتتح العام الماضي بحضور أكثر من 2500 مشارك من مختلف أنحاء العالم. في هذا الحوار الاقتصادي سنسأل عن تداعيات هذه القضية على الثقة بالاستثمار في السعودية، ولا سيما ما يتعلق بخطة رؤية 2030 وبمشروع نيوم، كما سنسأل عن النتائج المحتملة لهذه المقاطعة الاقتصادية على السياسة السعودية. ضيفنا في هذا الحوار الخبير الاقتصادي محمد الكركي من العاصمة الأردنية عمان. أهلا بك أستاذ محمد. أهلا وسهلا فيك ستي. في البداية اسمح لنا أن نتابع معا تقريرا أعده الزميل أيمن فاضل، نستعرض فيه أبرز الجهات التي علقت مشاركتها بالمؤتمر، مع العلم أن التعليقات والانسحابات تتوالى وكل ساعة هناك جديد في هذا الموضوع، لذلك سنستعرض أبرز وأهم الجهات التي أعلنت تعليق مشاركتها بمؤتمر الاستثمار في السعودية. قررت شخصيات مهمة في مجال الأعمال والاستثمار مقاطعة مبادرة مستقبل الاستثمار المعروف باسم دافوس في الصحراء، والذي ستحتضنه الرياض في الفترة ما بين 23 و25 من الشهر الحالي. ومن بين هذه الشخصيات بيل فورد رئيس مجلس إدارة مجموعة فورد موتورز الأمريكية لصناعة السيارات، كما ألغى رؤساء تنفيذيون لبنوك عالمية مشاركتهم في المؤتمر، من بينهم جيمس دايمون الرئيس التنفيذي للمجموعة المصرفية الأمريكية جي بي مورغان شيس والرئيس التنفيذي لبنك اتش اس بي سي، إضافة إلى الرؤساء التنفيذيين لكل من بنكي ستاندرد تشارترد وكريدي سويس. الرئيس التنفيذي لبورصة لندن ديفيد شويمر أعلن مقاطعته للمؤتمر أيضا، كما أعلن الرئيس التنفيذي لشركة بلاك روك أكبر شركة لإدارة صناديق التحوط في العالم أنه لن يحضر المؤتمر من دون أن يعلن الأسباب. ويقاطع الرئيس التنفيذي لمجموعة بلاكستون التي تعد من أكبر شركات التطوير العقاري في العالم المؤتمر الذي تعول عليه السعودية لاجتذاب استثمارات في مدينة نيوم التي تعتزم بناءها في الصحراء جوجل بدورها. وعلى الرغم من أنها تتطلع إلى استثمارات هائلة في السعودية، أعلنت بدورها أنها ستقاطع المؤتمر وقد تتجه إلى التخلي عن استثمارات هائلة في مدينة نيوم. المقاطعة انسحبت على وسائل الإعلام العالمية ومن أبرزها CNN ونيويورك تايمز وCNBC وفاينانشال تايمز وبلومبرغ. على صعيد المنظمات الدولية، ألغت رئيسة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد زيارتها إلى الرياض وأكدت أنها لن تحضر المؤتمر، وأعرب رئيس البنك الدولي جيم كونغيم عن قلقه مما جرى معلقا مشاركته أيضا، في وقت أعلن وزير المالية الألماني والاقتصاد الفرنسي أنهما لن يحضر المؤتمر الذي تعول الرياض عليه كثيرا. أستاذ محمد، بداية ما دلالة هذه المقاطعة الغربية لمؤتمر الاستثمار في السعودية؟ هل هي ردة فعل آنية ظرفية ترتبط يعني بالغموض الذي يلف مصير خاشقجي، أم هي ربما تمهيد لمقاطعة السعودية أو عزلها في المدى المتوسط والبعيد؟ يعطيك العافية أختي. أول شيء بالتحدث عن ما حدث قبيل المؤتمر الذي كان يسمى بمبادرة مستقبل الاستثمار، وهو امتداد لرؤية المملكة العربية السعودية 2020-2030، والذي كان يجب أن يعقد في 23 إلى 25 من هذا الشهر. تفاجأت كثير من الأروقة الاقتصادية في داخل المملكة العربية السعودية وخارجها على وجود عدة مقاطعات لمجموعة كبيرة
من المؤسسات الاقتصادية والمالية والاستثمارية في العالم. بس للذكر السريع لبعض هذه المؤسسات الضخمة، هو يعني الرؤساء والمدراء التنفيذيين لأفضل البنوك الأوروبية مثل بنك الـ HSBC، كريدي سويس، ستاندرد شارتر، رئيس بنك بي ام بي باريبا باريبا، جين نعم. لاميريك ايضا، وهو اكبر بنك في فرنسا وبالاتحاد الاوروبي من حيث الاصول، حيث يتعدى حجم اصوله 2.6 بالعشرة تريليون دولار. كذلك رئيس بورصه لندن، رئيس البنك الدولي، كذلك رئيس بنك جي بي، مدير التنفيذي لبنك جي بي مورغان، وكذلك رئيس شركه فورد، وكما تفضلتم. وبالإضافة إلى ذلك اللي أعلنوا كمان حديثا المقاطعة، كان الرئيس التنفيذي لشركة أوبر دار خسرو شاهي. كل هذه التبعات هي باعتقادي الشخصي ومن ناحية اقتصادية هي ستكون آنية أو مرحلية للوضع القائم حاليا، من الناحية ما حدث خلال الأسبوع الماضي من نعم تداعيات حول موضوع السفارة السعودية بتركيا. نعم كان متوقع حضور ما يعادل حوالي 150 متحدث في هذا في هذه المبادره، اللي هي كانوا بيسموها يعني في بعض المسميات دافوس الصحراء. وكان متوقع حضور اكثر من 140 مؤسسه مختلفه، اضافه الى يعني شراكات مع 17 مؤسسه عالميه. لكن كل هذا من خلال بعض المعطيات وبعض المؤشرات التي حدثت، انت ترى ان هناك تراجع بالرؤية وبالهدف المتوقع من هذا المؤتمر. طيب، هل نفهم أن السعودية خسرت شركائها الاقتصاديين، أم أنه من المبكر الحديث عن خسارة بالمعنى الحقيقي للكلمة؟ ربما هناك اضطراب الآن في العلاقة. هلا هو يعني كما تفضلت ستي، يوجد اضطراب في العلاقة، يوجد حاليا حالة من التوقف، ولكن لا أستطيع أن أقول أنها خسارة، لأن العلاقات الاقتصادية بجميع القوانين الدولية تستمر حتى في حالة وجود اضطراب سياسي بين أي بلدين. فهو حاليا نحن نقدر نسميها إن هي حالة من حالات التوقف في ظرف معين أو لظرف معين، حتى تظهر النتائج التحقيق النهائية لما حدث. ماذا لو أفضت فكانت كلها النتائج هي إلى ردود تورط فعل السعودية؟ مؤقتة لما حدث في موضوع السفارة السعودية بتركيا. نعم، ولكن بطبيعة الحال وبطبيعة يعني المعلومات التي يتم تسريبها، بات شبه مسلم به أن الخاشقجي قتل بعد التعذيب، وبات أيضا يعني أصابع الاتهام التي مدتها الاستخبارات التركية والأمريكية وغيرها من الأجهزة تمتد نحو السلطات السعودية. لذلك نسأل، هل يمكن أن تهتز صورة السعودية أمام الغرب إذا ما ثبت تورطها؟ يعني بمعنى آخر، أن تضعف الثقة بمناخ الاستثمار، يعني رأس المال جبان كما هو معروف، ضعف الثقة صحيح 100%. بمناخ الاستثمار بالسعودية سيدفع شركائها إلى البحث عن مكان آخر، وهناك كما نعلم أراض خصبة للاستثمار في سوريا، 100% في إيران، تأكيدا في لكلامك. الشرق. لذلك نسأل، هل خسرت السعودية شركائها أم بعد؟ أنا أرجع وأعيد مرة أخرى أن ما حدث لحد الآن ينتظر النتائج النهائية لما حدث في السفارة نعم السعودية بتركيا، وهذا ما أكدت عليه مدير الصندوق النقد الدولي، إنها إلى الآن مع أنها هي أعلنت عن عدم حضورها للمؤتمر لأنها ستنتظر نتائج التحقيق النهائية. ما بنقدر نحكي إنه الاقتصاد نقدر نقول صار في نوع من يعني الاستثمار، صار في تراجع وصار في توقف إلى الآن، بس الحالة إذا ثبت وجود أي ناحية من النواحي بوجود تورط مباشر أو غير مباشر للمملكة العربية السعودية فيما حدث الخاشقجي وكانت الدلائل نهائية، هذا سيؤدي على المدى القريب باعتقادي إلى سحب كثير من هذه الاستثمارات، بالذات من المشروع الضخم الذي تسعى المملكة العربية السعودية إلى تأسيسه في منطقة ما تسمى نيوم. نعم، في الواقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هو وحده من قال إنه لن يتخلى عن السعودية بسبب قضية خاشقجي، حتى عندما عاد وصعد لهجته وقال إنه مقتله بات شبه مؤكد. بأي معنى دونالد ترامب لن يتخلى عن السعودية؟
هل يقصد أنه سيدي مصر هذا على يعني تحصيل بالمفاهيم الأموال التي وعد مواطنيه بتحصيلها، أم أنه مصر على التعاون الاقتصادي بكافة وجهه مع السعودية؟ سيدي هذا الموضوع يعني بجواب بسيط، أن العلاقات ما بين المملكة العربية السعودية وأمريكا هي حاليا في ظل وجود رئيس الأمريكي مثل ترامب هي علاقات مبنية على الاقتصاد والمال، وهو قد صرح وبشكل مباشر أننا لن يعني نوقف اقتصاديات وصفقات مالية، وتذهب هذه الصفقات من وجهة نظره إلى روسيا أو إلى تركيا أو إلى أي بلد آخر مقابل أن تذهب هذه الاستثمارات إلى أمريكا. وكما نعلم فوق هذا كله أنه المملكة العربية السعودية تستثمر، هي الدولة رقم 11 من حيث الاستثمار في أدوات الدين العام الأمريكي بما يعادل حوالي 168 مليار دولار، وهي تتفوق على ذلك بالهند وفرنسا وكندا وألمانيا. فهذه المعطيات كلياتها ستضطر أحيانا الولايات المتحدة الأمريكية إلى الوقوف مع الجامع السعودي بغض النظر حتى يمكن عن نتائج التحقيق وما هي سلبياته على حقوق الإنسان في السعودية أو في العالم كلياته أو في الواقع الصحفي والإعلامي. في الواقع حتى دونالد ترامب تحدث عن صفقة بقيمة 110 مليارات دولار، صفقة واحدة مية بهذه بالمية القيمة هي صفقة أسلحة، وقال إنه هو يسعى ويتعب لإبرام عدد من الصفقات تأتي بهذه العائدات، فكيف إذا كانت السعودية تؤمن هذا العائد بصفقة واحدة؟ أستاذ محمد، ألم يكن هناك مشاركة عربية بهذا المؤتمر؟ لم نسمع أي موقف عربي، أي تصريح عربي. لحد الآن لم يصدر أي بيان أو أي تصريح من أي دولة عربية في موضوع المقاطعة للمؤتمر الذي حدث، لأن الجميع بظروف الحالية هي تأخير التصريح لأي قرار سيصدر انتظارا لما سيحدث لأسباب اقتصادية بحتة، عفوا، ولا كان أعتقد هناك، أنها لأسباب أعذرني إنسانية أستاذ أو محمد، سياسية. حصل بعض التقطع بالصوت، هل يمكن أن تكرر العبارة لو سمحت؟ لم نسمع إجابتك بالكامل بسبب عطل تقني، إذا سمحت أن تكرر ماذا تفضلت به، ما تفضلت به عن المشاركة العربية. المشاركة العربية ستي هي إلى حد الآن لم يصدر أي بيان من أي دولة عربية بإيقاف المشاركة أو بالانسحاب من المشاركة لانتظار نتائج التحقيق التي ستصدر. وعلى هذا لأن العلاقات التي تقوم عليها هذه الاستثمارات هي علاقات اقتصادية بحتة ولا ترتبط بأي شكل من الأشكال لعلاقات سياسية أو إنسانية أو تمت لحقوق الإنسان أو للحقوق الصحفية أو الإعلامية بشكل عام. بس هو كله لحد الآن انتظار لنتائج التحقيق النهائية. ربما سيصدر انسحاب لبعض الدول، ربما سيصدر شجب واستنكار، ولكن لا أعتقد أن معظم الدول المشاركة في هذا المؤتمر ستنسحب بالشكل الذي انسحبت به معظم المؤسسات الكبيرة في أوروبا وأمريكا. نعم، برأيك هل الضغوط الاقتصادية التي يتعرض لها ولي العهد السعودي بطبيعة الحال ومشاريعه قد تضطر السعودية إلى تعديل سياساتها؟ يعني مثلا خيارات تتعلق بمقاطعة قطر، بحصار قطر بالأحرى، خيارات تتعلق بالحرب على اليمن، خيارات تتعلق بسوريا، هل يمكن أن تعدل السعودية من سياساتها بسبب الضغط الاقتصادي الذي تتعرض له؟ ستي في حالة السياسة دائما لعبة السياسة تعتمد على ما يسمى بالمصطلح كومبرومايز اللي هو التنازلات. فإذا صارت في لحظة معينة هنالك تنازلات سياسية لصالح مشروع اقتصادي أو يعني رؤية اقتصادية، أعتقد سيكون هناك نوع من الضغط على المملكة العربية السعودية أن تتنازل عن بعض توجهاتها في المنطقة داخليا وخارجيا. وواحدة من اللي حكوا فيها حتى نعتبرها بين قوسين تهديدات سعودية، إنه وهي واردة عن السي ان ان يعني بس للتأكيد المصدر، أن إقدام المملكة على بيع ما تمتلكه من سندات خزانة في السوق يعني اللي هو يعني سندات الخزانة الأمريكية سيؤدي إلى زيادة المعروض منها، وبالتالي إلى ارتفاع عوائدها بشكل حاد مما سيرفع كلفة الاقتراض على المستهلكين الأمريكيين.
سواء بالنسبة لقروض الرهن العقاري أو للأغراض الأخرى. هاي من اللي نسميها هنتس اللي رماها الإعلام السعودي، إنه في حالة إنه سيمارس علينا أي ضغط من الشكل من الأشكال في موضوع قضية السفارة السعودية في تركيا. تلميحات ولكن تقصد؟ على موضوع على تلميحات ولكن على موضوع الملف القطري أو حتى الملف اليمني، أعتقد أنه سيتم هناك تسويات سياسية، ولكن لا أعتقد أنها ستمثل التسويات الاقتصادية بأي شكل من الأشكال. نعم، سنتابع الحديث أستاذ محمد الكركي، ولكن بعد فاصل قصير إذا سمحت لنا. إذا مشاهدينا فاصل قصير ونعود. أهلا بكم من جديد مشاهدينا، وأهلا بك أستاذ محمد الكركي. قبل الفاصل كنا أهلا وسهلا. نتحدث عن الضغوط الاقتصادية وما يمكن أن تؤدي به، يعني التغييرات التي يمكن أن تدفع السعودية إلى القيام بها. في الواقع صحيفة لو فيغارو الفرنسية تحدثت عن سيناريو محتمل، وهو إمكان يعني إزاحة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان عن منصبه، بما أن اسمه ارتبط بقضية الخاشقجي، واحتمال يعني تعيين شقيقه وهو سفير السعودية الآن في واشنطن خالد بن سلمان، تعيينه وليا لولي العهد تمهيدا يعني رفعه إلى منصب ولي العهد. ما رأيك بهذا السيناريو؟ هل تعتقد أن هذا محتمل بحسب اطلاعك على خصوصية الوضع في السعودية؟ هلا لا أحد يستطيع تقدير أو التوقع أو التنبؤ لما يحدث بالسعودية بالمفهوم السياسي، لأن بالإجمال دائما الواقع الاقتصادي سيبقى مستمرا حتى لو صار هناك تغير بالواقع السياسي. يعني إذا بدنا نحكي في موضوع الاستثمارات التي تسعى السعودية إلى جذبها عن طريق نيوم، هي وصلت إلى حد من 1.4 تريليون دولار كمشاريع، وهي ثلثها قيد الإنشاء الآن وصلت لحد 456 مليار. فعدم المؤاخذة بقدوم ولي عهد آخر أو باستمرار ولي العهد الحالي بالحكم، هذا لن يؤثر على الاستمرارية بالرؤية الاقتصادية التي وضعت أو بصندوق الاستثمارات التي صناديق الاستثمار التي تسعى إلى تحقيق هذه المشاريع الضخمة. فالواقع السياسي أستطيع أن أدعي أنه مفصول كليا عن الواقع الاقتصادي الذي يتم الآن حاليا في السعودية. إلى أين كانت قد وصلت الأعمال المتعلقة بمدينة نيوم في الصحراء، المدينة الاستثمارية الكبرى التي يعني تعول السعودية كثيرا عليها لتنويع اقتصادها وتقليل الاعتماد على عائدات النفط؟ أين أصبح هذا المشروع في الواقع؟ في الواقع هو إلى حد الآن هو في بداياته، لأنه هو أعلن ب يعني هو أطلق بشهر 10 2017. يعني إحنا بهذا الشهر اللي إحنا فيه إحنا كملنا سنة لبداية هذا المشروع. هو مشروع بغير شك سيكون من أكبر المشاريع في منطقة الشرق الأوسط اقتصاديا، تكنولوجيا، حتى علميا. مساحته تعتبر يعني ضخمة كمنطقة نسميها اقتصادية على مستوى الشرق الأوسط، لأنها يعني والاستثمارات التي وضعت لأد العام فقط من صندوق الاستثمار السعودي قدرت بحوالي 500 مليار دولار، والمستثمرين العالميين والمحليين يعني نحكيها. المشروع ككل هو يقدر بحوالي 1.5 تريليون دولار، قيد الإنشاء إلى الآن يقدر بحوالي الثلث، يعني حوالي 456 مليار دولار. هذا كلياته هو بدأ وسيتم بغير شك، ولكن التأثير السياسي بانسحاب بعض المؤسسات الضخمة هي ربما ستقلل أو تحد من رؤية هذا المشروع الضخم، واللي هو يتبع مشروع رؤية 2030 اللي وضعتها المملكة كنموذج عالمي رائد في مختلف جوانب الحياة، كما أعلنوا عنه. ولكن أن يتم إيقافه أو إغلاقه أو سحبه لا أعتقد بذلك، ولكن أدعي أنه سيتم هنالك تراجع لبعض الاستثمارات الضخمة التي كان يبنى عليها الأمل في المستقبل. نعم، بالحديث عن رؤية 2030، هناك تقارير صدرت في بحر الأسبوع تفيد بأن نسبة البطالة في السعودية قاربت 13%، هي تقريبا 12.9%.
هذا يشير إلى أن مشروع السعودة أو مبدأ السعودة، وهو يقوم على يعني إيجاد فرص عمل للسعوديين للمواطنين، لم يؤتي ثمره بعد ولم ينجح. هل خطة الإصلاح رؤية 2030 تسير كما يجب، أم هي مهددة بصرف النظر عما حصل الآن؟ هي مهددة لأن العجلة لم تدور كما يجب، لم تدور كما يجب. نستطيع أن نقول هنالك ما يسمى جمود اقتصادي حالي، خاصة بعد الأزمة الاقتصادية النفطية أو ما سميت بالانهيار الكبير في أسعار النفط بال2014، واللي أثرت كثير على الدول العالم، وبالذات الدول اللي احنا بنقول عنها هي دول ريعية أو تعتمد بحوالي أكثر من 80% من ناتجها المحلي الإجمالي على النفط. نعم. من ذلك كانت او من ضمن هذه الدول هي الدول كمان المملكه العربيه السعوديه. ولكن المشروع الذي يسمى الان يعني مشروع او رؤيه 2020 30 هو يسعى، ربما سيكون له جوانب سلبيه على المجتمع السعودي، على المواطن السعودي، خاصه ان المواطن السعودي لم يتعود على نسميها دفع ضريبه. نعم. فعندما يفرض عليه ضريبة سيعتبر بذلك نوع من أشكال اللي إحنا بنسميها يعني جباية المال، وهو كمواطن لم يكن لديه هذا التصور لهذا المشروع. ولكن على المدى البعيد سيكون هنالك تأثيرات إيجابية من خلال أنه سيتم التوقف عن الاقتصاد الريعي النفطي، وسيتم الاعتماد إلى حد 50% على بدائل اقتصادية أخرى تعتمد عليها الاقتصاد السعودي. يعني ها هون مثل اللي ماذا بيسموها تقصد الهنت الاساسي بالبدائل؟ اللي بيشتغلوا عليه، اللي بيشتغلوا عليه لان هم قاعدين. اذا بدنا نحكي في المفهوم المالي ستي، يعني صناديق الاستثمار السعوديه يتواجد فيها ما يعادل 2.5 تريليون دولار، فهو يعني ارمكه لحالها نسبتها لحالها حوالي 5% من هذا الموضوع. احتياطات الدوله بنقدر نقول عنها كبيره بغض النظر عن ما تم باحداث الحرب باليمن او بالحصار الذي تم على قطر او بالمواجهات اللي صارت في سوريا او بالعراق او حتى مع ايران. كل هذا يعني امور علاقيه، علاقات احنا بنسميها خارجيه، ولكن الوقع الاساسي سيكون بالاقتصاد على الوضع الداخلي، على المواطن السعودي ان يتاثر بشكل كبير. سيكون التاثير بالاجمال اكثر على الاجانب او على الوافدين او على العاملين في المملكه العربيه السعوديه، وهذا ما لاحظناه بفتره الثلاث سنوات الفائته يعني. ولكن على المواطن السعودي ربما سيكون هنالك زياده في نسبه البطاله الى حد ما، ولكن بالمقابل سيكون هنالك توزيع نسميها لمجالات التنوع الاقتصادي في المملكة من حيث الإرادة. تمام، هذا ما كنت أود أن أصل إليه أستاذ محمد. يعني الوضع الاجتماعي في الداخل السعودي ضاغط، بمعنى أن المواطن السعودي لا يشعر بأن، يعني طبعا هو يعيش في رفاهية، ولكن هو لا يجد فرص العمل المناسبة، هو ما زال يشعر بأن الشركات الكبرى الأجنبية تأخذ حيزا كبيرا في الاقتصاد، وهذا يناقض الوعود التي أطلقها الأمير محمد بن سلمان. هو في الإصلاح في الخطة الاقتصادية قال إن السعودة ستسير بنحو متسارع، بأن السعوديين سيجد لهم مكانا في كبرى الشركات، ولم يتحدث كثيرا عن يعني خفض التقديمات الاجتماعية أو زيادة الضرائب، وهو على كل حال كان قد خفض بعض التقديمات وأعادها وأعاد العمل بها، منعا لحدوث أي غضب أو أي استغراب في المجتمع الذي اعتاد الرفاهية. ولكن السؤال هنا، ماذا عن هذه الخطة التي يبدو أنها لم تنفذ ولو بنسبة يعني 10% حتى الآن، وعمرها تقريبا لا أريد سنتين؟ أن أستبق لا أريد أن أستبق الأمور من ناحية اقتصادية ستي، لأنه اللي اطلع على رؤية 2030 هم لا أنكروا وجود مرونة في هذه الخطة، وادعوا فيها أنها الأكثر جراءة والأكثر شموراً بتاريخ المملكة، لأنه معظم الخطط الاقتصادية اللي صارت في السعودية كانت خطط خمسية. هذه أول خطة توضع لمدة 15 عام وتتضمن برامج اقتصادية واجتماعية لزيادة مداخيل المملكة من غير النفط وتقليص الاعتماد على النفط بشكل مباشر،
وهيكلت كثير كثير من يعني صناديق الاستثمار، واحدة منهم وصلت يعني انه خصخصت اصولها لحد 400 مليار دولار. هو حاليا بنقدر نقول صار في حالة توقف، حالة تباطؤ، بس ما بقدر اقول انها حالة تراجع. التراجع هذا يمكن يبين معانا خلال السنتين القادمات كتقييم لاول 5 سنين من هذه الخطة، نستطيع ان نحدد ما بين ما انجز وما بين ما خطط له انه كان هنالك تراجع او تباطؤ او كان ان هنالك وقوف لبعض نسميها مسارب او طرق تنفيذ هذه الخطة. نعم، شكرا جزيلا لك الأستاذ محمد الكركي على كل هذه المعلومات القيمة التي قدمتها. الوقت انتهى بالكامل، كانت حلقة مفيدة، شكرا لك، كنت معنا من العاصمة الأردنية عمان، والشكر موصول لكم مشاهدينا على حسن المتابعة. إلى اللقاء.